الخير عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناة عالم زيزو. الحاجة الأولى نوجه تحية كبيرة لكامل الأخوات اللي راهم يشاهدوا في هذا الفيديو. الفيديو تاع اليوم جبت لكم واحد الخلطة بزاف هايلة واللي هي طريقة صنع منظف الأرضيات، يعني لافتسول ولا كما نقولوا له كامل السانيبو. كما على بالكم خياتي مواد التنظيف راهي صراحة غالية بزاف في الأسواق، وعلى هذه ولاو بزاف أخوات يعتمدوا على الخلطات التنظيف اللي نخدموهم في البيت. قبل ما نبداو في الخلطه قلت لكم راح نعطي لكم واش من الفايده من صنع مواد التنظيف في البيت. الحاجه الاولى راح يكون اقتصادي، يعني راح يعطينا كميه كبيره وراح يحكم لنا مده طويله حتى لشهر، كل وحده على حساب الخدمه تاعها. الحاجه الثانيه راح تكون مركزه، الحاجه كي نخدموها بيدينا حنا راح نتحكموا في التركيز تاعها. كما على بالكم البنات كاين بزاف مواد التنظيف بمجرد انهم ينتشروا في السوق وصار عليهم عفوا الطلب راح يولوا ينقصوا في لادوز تاعو ويولوا يجوا خفاف، وبزاف اخوات لاحظوا هذا الشيء وانا وحده منهم. كاين واحد المنظف الارضيات دار ضجه كبيره وصح كان مليح لكن للاسف ولا يجي خفيف بزاف. والحاجه الثالثه راح يكون فعال في التنظيف، وهذا راح يعتمد على واحد المكون رئيسي في الخلطه هذه. الحاجه الرابعه راح يكون معطر، يعني احنا اللي نتحكموا تاني بمده التعطير، ديروا كميه معتبره من المعطر راح يعطينا ريحه شابه وراح تدوم كل النهار. النقطة الخامسة والأخيرة واللي هي الخلطة هذه البنات ما عندها حتى تأثيرات جانبية وما تديرش الحساسية لأن عندها مكونات يعني جد عادية، وأهم حاجة ما فيهاش لي برودوي كيميك اللي يستعملوهم المصانع. ما نطولش عليكم البنات نروح مباشرة للمكونات. الحاجة الأولى البنات واللي هي عندنا الخل، هذا الخل ماشي اللي نستعملوه لي صالات باش نتفاهموا، هذا خل سبيسيال تاع التنظيف كما راكم تشوفوا فيه، خل الكريستال للمنزل فينيغر كريستال ميناجي، هذا هو اللي راح يديرنا هذاك التنظيف اللي نحتاجوه في الخلطة. السعر تاعو البنات هذا يدير 20000. عندنا المكون الثاني واللي هو المعطر، المعطرات البنات كاين كيما تحبوا، عطر الياسمين، عطر اللافند يعني الخزامه، عطر البرتقال، عطر الليمون، استعملوا العطر اللي تحبوا. وحتى لي مارك كاين بزاف لي مارك، خيروا واش تحبوا. انا البنات خيرت هذا عطر الفراوله كيما راكم تشوفوا فيه، هذا البنات شريته ب 15000. المكون الثالث واللي هو الماء، نروحوا دوكا مباشرة للطريق. تابعوا معايا البنات، حنايا راح نخدموا 5 لترات تاع منظف الأرضيات، يعني 5 لتر. الحاجة الأولى واش راح نضم، عمرو كاس الخل الخاص بالتنظيف، هكذا كاس معمر. الحاجة الثانية نشدوا البنات هدايا المعطر، نديرو حوالي من مغرفة كبيرة هكذا يا. وفي الخليط هذايا في المرة الأولى راح نفرغوا له ريتلا فقط تاع الماء. شو البنات بدات الريحة تاع الفراولة هكذا يا، نديرو ريتلا وحدة فقط في الأول، نشدو هكذا أنفوي نخلطوه مليح، لازم نخلطوا كامل المكونات مع بعضهم. هكذا بالنسبه للبنات للتعطير كما هدرت لكم في اول الفيديو انتم اللي تتحكموا فيه، انا درت مغرفه كبيره لكن اللي حب يزيد يقدر يزيد مغرفه ثانيه، انا صراحه راح نزيد هكذايا باش نحب، لازم يكون منظف ارضيات يخلي ينظف ويخلي هذيك الريحه الشابه اللي رانا نحوسوا عليها. نعاود نشد برك انفوي هكذا نخلطو مليح، نخلط المكونات كامل مع بعضهم
نروح نزيد نشد الكميه تاع الماء اللي بقات لي. قلنا احنا راح نخدمو صانيبو تاع 5 لتر هكذا. البنات نعاود نخلط كامل مع بعضهم هكذا بالطريقه هذه غير بالعقل برك. حاجه سهله وبسيطه هكذا. البنات رانا كملنا، دوك نخليه شويه برك ونروح نعمره في البيدونات تاع 5 لتلات ونعاود نولي لكم. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، جايه البنات روعه وما شاء الله. واحد البارفان تاع لي فريز، واش نقول لكم الحاله راهي منعنعه عندي. هذا هو قلنا اللي تحكموا في درجه التعطير. والحاجه الثانيه هاوليك هذا الخل هو اللي يعطيكم هذاك التنظيف واللمعان في الارض. والبنات هنايا راني زدت خدمت النوع الثاني تاع الصانيبو بنفس الطريقه وبنفس المكونات، فقط بدلت هاوليك البنات بدلت فقط المعطر. هنايا استعملت كما راكم تشوفوا عطر الليمون، راهي الريحه تاعهم يا البنات واش نحكي لكم روعه. بالنسبه لطريقه الاستعمال كيما على بالكم كامل البنات، كاين اللي يدير الصانيبو في البيدون تاع الماء ويسيق به، وكاين اللي يسيق عادي لكن يخلي الصانيبو في الاخير. انا صراحه نستعمل الطريقه الثانيه، علاش؟ باش تقعد هذيك الريحه وهذاك اللمعان في الارض ويخلي لكم يا البنات واحد الريحه ما شاء الله. هنايا راهي عندي في المطبخ راهي الريحه تاع لي فريز والريحه تاع البارفان تاع السيترون، واش نقول لكم راهي معمقه عليا الدنيا. نقول لكم البنات تبعوا الطريقه هذه جربوها، راح ناكد لكم بلي ما زيدوش تشرو الصانيبو ولا منظف الارضيات بثمن غالي. وراح نوعدكم البنات بلي راح نزيد نجيب لكم خلطه واحده اخرى راح تعجبكم بالبزاف. وكنت ديجا درت لكم فيديو البنات اللي ما شافوش ننصحهم يروحوا يشوفوه، درت لكم فيديو خاص بطريقه صنع الصابون الخاص بالملابس، جايه البنات روعه وما شاء الله وحكم لي مده طويله. في الاخير نقول لكامل الاخوات اللي راهم يشاهدوا فينا، ما تنساونيش البنات الا ما يعجبكم لي فيديوهات ديالي والمحتوى تاعي، ما تنساوش بالاشتراك بالقناه وما تنساوش ديروا لي لايك تعليق شباب من عندكم. بقاو على خير البنات، باي.